اهلا وسهلا، عودة من جديد. وصلت المواد معكم في الشارع التونسي في كليب مسؤول لليوم، باش نحكيو على وضعية السدود اليوم والامتار الاخيرة، اسكو عبيت السدود ولا لا، وتأثير الامتار الاخيرة على القطاع الفلاحي. معنا مباشرة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجا، سي شكري الجبي، نقول له صباح النور. اهلا وسهلا، مرحبا، صباح الخير. تحياتنا ليك سي شكري. تحية إلى كل مستمعي ومشاهدي إكسبرس أف أم. شكرا لك سي شكري، وتحية لك انت ومن خلالك الكل هلي بيجا والكل الفلاحة في المنطقة اللي نتصوروا سيزون تاع خدمة، توا برشا خدمة للأرض، وفي انتظار هذايا الأكيد كما يقولوا الفلاحة، احنا نعملوا اللي علينا ونبقي من عند ربي، إن شاء الله ربي يعطي خيره. حابين نسأله اليوم الأمطار الأخيرة شنية تأثيرها على القطاع الفلاحي، وهل أنه زازات الأمطار باهية سافا إلى حد الآن، الوضعية باهية، ولا مازلنا نستحق ماء أكثر؟ هو بالطبيعة نستحقوا ماء، هذا حاجة أكيدة، لكن يعني مقارنة بالسنة الفارطة بداية موسم خريفي تعتبر مقبولة. أمطار كانت عامة على المستوى الوطني بما فيهم ولايات المنجة للحبوب، وهذا يشجع الفلاحة بالطبيعة لأنهم انطلقوا في أنهم يحضروا أرضهم، يبدو مستعدين لموسم البذر نتاعهم. الاستعدادات الفلاحة تعرف أنه أنا نأكد لك أنه بنسبة 100% الأراضي صالحة للزراعة، صالحة للبذر، والفلاحة كانوا جاهزين كما كل عام وكل سنة باعتبار أنه هذا خدمتهم وواجبهم الوطني في أنهم يخدموا أرواحهم. بالنسبة للأمطار إن شاء الله نعتبره أنه وقت إنبات، وقت بذر، وبعده يجي الإنبات اللي إن شاء الله ربي يغيثنا في القريب العاجل، لأنه الأمطار الأخيرة على مستوى الولايات المنتجة للحبوب هي أمطار نتاع تحضير أرض، ولكن على مستوى الإنبات نحتاج الأمطار إن شاء الله ربي يغيثنا في القريب العاجل، باعتبار أنه الانطلاق البذر بدأ دينا من في العلف من شهر أكتوبر، بداية من 10 نوفمبر انطلق البذر الحبوب، يعني الشعير والفارينة القمح اللين والقمح الصلب، ومساحات تعتبر جيدة على اللي تو تم بذرها. إن شاء الله الأمطار تكون موجودة وترافق هالعملية هذه، وهال يعني الفلاحة، وهذه هي رأس مالنا هو الأمطار ورأس مالنا هو الماء في كل الحالات. انا والله لهنا سي شكري نحب نسالك، الاكيد وانكم انتم على مسؤول الاتحاد الجهوي في متابعه لوضعيه امتلاء السدود في الجهه، خاصه وانه بيجا فيها اكبر سدود في البلاد، سد سيدي البراق، سد سيدي سالم، فيها عدد كبير من البحيرات الجبليه الكبيره كيف كيف، دونك الاكيد وانكم في فما تحصيل نتاع ماء في السدود، ولا الامتار قاعده تمشي مباشره للاراضي والماء في السدود ناقص؟ لانه حتى تساؤلات اليوم لا قدر الله، اوكي جات امطار باهيه الارض ثروات، نستحقوا الاكيد بعض المساحات تستحق ري تكميلي في فترات اخرى من السيزون، دونك باش نمشي وقتها للسدود، هل السدود فيها ماء ولا ما فيهاش؟ هو الوضعيه العامه للسدود يعني كما بيجا كما الحقيقه، اللي تعرف ان السدود اغلب السدود متمركزه في الشمال، وسدود الشمال يعني بيجا نصيبها في حصول اقل شويه من 50%، ولكن تعتبر نصيب الاسد موجود في بيجا على مستوى الكاباسيتي نتاع السدود. ولكن الحقيقه الوضعيه العامه على المستوى الوطني بما فيهم ولايه بيجا تعتبر وضعيه صعيبه برشا، لان الامطار اللي نزلت هي امطار نتاع فقط نتاع تحضر ارض نتاع انك تزرع نتاع انك تعمل بذر، ولكن ما هيش امطار نتاع سدود، والدليل هو المجموع العام. يعني اذا كان اليوم تاريخ 21 نوفمبر 2024 عندنا في سدودنا على المستوى العام 480 مليون متر مكعب بنسبه 20.5%، فهذا الحقيقه رقم يعتبر رقم مفزع. ونقول الكلام هذا مانيش نخوفه في التوانسه ولا نرعبوا فيهم، ولكن ضروره وضروره قصوى ان ننتبهوا، باعتبار انه النقص الكبير هذا جزء كبير ياسر من مواطنينا ومستهلكينا ومتوانسة ما همش عالمين بيه وما همش متحسبين ليه، بمعنى أنه ما تحسش اليوم مدى المواطن التونسي عملية التقصف بتعمال الماء، والعملية هذه مش حاضرة. فأنا نأكد لك أنه اليوم في نحن في وضعية وصلناها ما وصلناهاش قبل، ولكن تعتبر وضعية صعيبة وصعيبة جدا. 480 مليون من بنسبة 20% ل 5
وتعرف أنه النسبة الأخيرة الموجودة في السدود تعتبر غير صالحة للاستهلاك، خاصة على مستوى المياه الشرب. فنحن رانا في وضعية صعبة. هو حاجة إيجابية فقط، باش ما نبدوش ديما كل سلبيين، أنه ثلاثة سدود الموجودين في الشمال اللي هما في علاقة بمياه الشرب، في علاقة بمياه الشرب اللي هما بني مطير وبوهرتما وكساب، أفضل من سنة الفارطة، أفضل من سنة الفارطة برشا. يعني وقت اللي ناخذوا مثال أنه النموذج، يعني كساب العام الفات باعتباره موجود في باجة، العام الفات بنفس هذا التاريخ فيه 3 ملايين و100، اليوم 3 ملايين و600، اليوم فيه أكثر من 10 ملايين. فنعتبره على الأقل على مستوى، طبعا أنا على مستوى مياه الشرب في السدود هذا من الثلاثة اللي هو بني مطير وبوهرتما وكساب. ما عدا ذلك، ما دون ذلك من السدود وضعيتها وضعية أقل من السنة الفارطة بكثير. والدليل أنه نحن العام الفات في نفس التاريخ هذا عندنا 465 مليون، اليوم يعني اليوم في ال 400، ويعني العام الفات كان أكثر بكثير أحسن. وهكا علاش أنا نقول أنه المطر اللي صبت الأخيرة مطر ماهيش نتاع سدود، إن شاء الله ربي يغيثنا في القريب العاجل، وإن شاء الله تمتلئ السدود نتاعنا، واللي نحن أكيد وأكيد جدا أننا نحتاج إلى الري على مستوى الفلاحة بصفة عامة، وبما فيهم الحبوب تحتاج إلى ري تكميلي. نحن ماناش فقط نحكوا على الشمال ونحكوا على باجة، مش فقط زراعات كبرى، هذيك الزراعة هي أولوية مطلقة، ولكن عندنا الخضروات ونزرع الخضروات ونزرع الفصلية والآخر فصلية وغيرها وغيرها. فإن شاء الله ربي يغيثنا في القريب العاجل، أما وضعنا تو وضع صعيب. كل المناطق السقوية مغلقة، مغلقة بقرار من وزارة الفلاحة، وحقهم هذا الحقيقة، لأنه اليوم الأولوية المطلقة هو لمياه الشرب. الموسم انطلق بشير وكانت باية على مستوى البذر، إن شاء الله نكملوه بالإيجابي، وإن شاء الله ربي يغيثنا وتتعبى السدود نتاعنا والبحيرات حتى نخرجوا من هذه 5 سنوات نتاع جفاف، 5 سنوات بكلهم قحط وبكلهم جفاف وبكلهم بالحق يعني معاناة بالنسبة للفلاحة وغير الفلاحة. واضح واضح سي شكري جبي راس الاتحاد الجهوي للفلاحة وسيد البحري باش يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. دونك واضح اليوم أنه الأمطار الأخيرة كما وصفت وذكرت هي أمطار تحذيرية لخدمة الأرض، لكن انتظارات اليوم أنه ربي يغيثنا بأمطار حقيقة تروي الأرض وتساهم في عملية الإنبات، والأكيد أنه الفلاح شي يعمل عليه والبقية توفيق من عند ربي سبحانه في أنه الأمطار هذه تعم على كامل جهات البلاد وخاصة على المناطق الفلاحية والمعروفة بالزراعات الكبرى كيف جهة الشمال الغربي وخاصة بيجا وجندوبة والكيف. شكرا لك سي شكري جبي، احنا مازلنا نواصل معكم في بقية فقراتنا في الشارع التونسي، فاصل قصير وراجعين لمواصلة بقية مواعيدنا.